أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد نحن أعلم بما يقولون وما صدق الله العظيم.
زور زور سپاس بو دکتور محمد شماع و خواندن قرآن ابدنگ که خوش و برنگ که گله گله که جوان رب العالمین جزایتا انشاءالله خیر بدتن. ای هل گرن اوه پیامه ای اوین سینگت خو کری نب تینوس بو پاراستنا اوه نامه ای سوار چاکن و دوزا پیروز الهر قرنتکا اوه جیهانه المصر و یمن و حتا شامه ای مهوان و خوجهن ولات جودی ای مهوان و خوجهن ولات جودی گوه خوبدن پند و پیون اوه خامه گوه خوبدن پند و پیون اوه خامه ابتمتوان پیوت ناخ هوا دا سینگ و کل هکا آوایا سینگ هوا کوچ خاندانا میر و سلطان بختوری کرسی و عرش خل سردانایا چونکی یه تاجا وی قار بیتن ریسپی دار القرار بیتن هندی بلنگاز و هجار بیتن لی مرتباوی مرتبا پاشایانه مرتباوی مرتبا پاشایانه ای دهوکا من ای گل رنگینا من اره اوه چه جوانه اوه چه رونیه اره تهم بیزا چه حواندیه رنگینی و جوان رونی و هم بیزا دهوکا من افروکه ویستوالا قرآنیه ویستوالا قرآنیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و الصلاة والسلام على رسوله الامین و على آله و صحبه اجمعین. رزداران ماموستا زانا کساتی و ریسپی دایک و باب گنج و مهوان رزدار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابخیر هاتن سرچاوان بو سیمین ویستوالا دهوک یا نیف دولتی یا خواندن قرآن پیروز اوهاتیه رکخستن اشلای سنتر گشپیدان چالاکین لاوان اوفیسا دهوک او بسون سپونسریا دیوان وقفا سنیو هر وسا سپونسریا میدیایی یا کانال سپیده. Dear Tutors and Religious Scholars, Dear Quran readers, dear guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We welcome you all to the third festival of reading the Quran, which is the third one. The first one was in 2016, and the second one was in 2017. And today and here in 2022, we are having the third festival. This year's festival has a generous sponsorship by the Sunni Endowment, the Celebration Department. And we have some great readers, some international readers. And let me mention the names of them. The reader Muhammad Riyadh al-Jaburi, the first of Iraq for 2 years. The great reader Muhammad Jamal Shawkat from Turkey. The amazing reader Fuad Maulawi from Iran. The little Abdul Basit, as he is known, Sanger Abdul Qadir Muhammad Amin from Erbil, the talented reader Sufyan Abdul Qadir Al Buti from Duhok, and the creative reader Malla Ahmed Ubaid from Duhok also. This festival is prepared by the Center of the Youth Activity Development in Duhok, and under the title Hug the Quran and Read It, because we are a nation that breathes the Quran. We welcome you all again. Warren Aram Hill Diwana Marinan, we delay tang umatam shni vaginan, Landika we khamat nahe khadab hajinan, Diwana ahbabul Qurana, Shubhewe hin nabinan, Diwana ahbabul Qurana. شبهوه هی نابینن. ام دیداخاز
خاندوان قرآن ين كو أفرو دي بجدار بن بخاندن و دنگين خوا دلت ما آفدن دي دخاز جيكين و پريز و كرمكن ديوان خاندوان بجدار خاندوان قرآن اشوالات عراق خاندوان شيخ محمد رياض الجبوري جوالات تركيا شيخ محمد جمال شوكت جوالات ايران شيخ فؤاد مولوي جهرم كردستان وهفليرا بايتخت شيخ سنجر عبد الرحمن جهرم كردستان وباجر دهوكي شيخ سفيان عبد القادر البوطي جهرم كردستان وهر جي باجر دهوكي شيخ ملا احمد عبيد بلا بريز وكرمكن رزداران بمینن ادگل پی و بخیر هاتن یا ویستوال بلا ماموستا بیار عبدالله برپرس اوفیسا دهوک پریز و کرم کتن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بناب خود مزن و دلوان رئیسدار نینر پارزگر دهو که مامستا جهور علی قایم قام قضا دهو که برزان برپرسین دامین دام و دزگین حزبی حکومی رئیسداران مامستا و زانان آینی ریسپی و کسادی و ماقیلین دور جمعور سر بلند پارزگر ها دهو که هرج زاخو آمیدی و آکره و بردرش و شیلاردزه و شیخان و سیمیل و هر جهگیریش پارزگر ها دهو که هینگلک بخیر هاتن سرسران سرچابان ابروکه روژه که جیواز پاریزگی ها دهو که اوجی انجام دانا ویستوالا قرآن یا سیان آف دولتیه برده امیدان بکار و چلاکین ساخکرنا روژا بونا فخر جیهان سرور پیغمبران محمد صلابت خودی سر بن روژه که بیروز و پر بهایه اوی روژه ریراوی میجوی گهوری مروویدیش نزانین رزگار کر آشتی و امناهی و برکت بلاف کر بندستی و عبودیت و کولاتی شناف مرا کر جه فخر و شانازیه اف جماور زول الویر فیستواله آماده بوی اف دلیل حجک نوانه بو خوشتویه خود محمد صلاح خود سر بن اف سیامین فیستوالا نیف دولتی ها شوی جوری پارزگی ها دو که دهت انجام دان بجداری ها هجمارک ها خواندوان قرآن پیروس یه دنخوص و جهادی اشناف خو و در وی هر ما کردستانه دو ماهی امد وی ناوی سنتر گشت پیدان ها چالاکین لاوان اوفیس ها دو که و لجن آماده کار بلن یا ویستوالی سپاسین بسنور آرسته سپونسر و پشتوان وی ویستوالی بکن اوجی دیوان وقف سنی عراقی که پشتوان سرکی دارایی اوی ویستوالی هر وسا سپونسر میدیایی کنال سپیده هر وسان خارنگه ها نوروز پلاس و گوار که شیرناهی و تازیاتیت مشمش و تیلا پرور و هر وسان سپاسیه که تایبت بخاندوان و دنگ خوش ویستوالی که دنگ خوی نازک روش دایه اوی ویستوالی سپاس اداره پارزگی ها دو کت که این که ری دائمه اوی وستوالی بوسی هم جار الویر انجام دهین هر روزان هم سپاسی اکا بسنور آرسته هولا اوسکار دکین که افرو که اف هولا بو متر خان کریه بو انجام دانه وستوالی سپاسی لجنا آماده کارد که این لجنا ری خسنش هر لایکی و تایبت دکتور دوالی که بزحمت اکا اوسی وستوالا پریوت بد دوباره بخیرات نگاه گرم الجماور آماده بود که این که افرو که بحاتنا خو اف هولا خملان دیه را شکادی دا اوی ویستواله هیوی اندامین خوش به هوت خواهیم بمینین خیر و خوشی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خوشکا من برای من الگور طاری و هم احال ویواری قرآن هوال و هفدمه سکینتا دل ماتمه وَأَنزَلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَتَقْرَأُ دَرْمَانُ مَرْهَمَةٌ أي هل جرن أفي بيامي وبيروز بيت أفحصادو برهما الوبيروز بيت أفحصادو برهما بمنن أدجل بيفا نوينري بارزغار دهوكي رزدار جهور علي قاي مقام قزا دهوكي بلا بريز وكرم كتن
بسم الله الرحمن الرحیم زاناو مامستاین آین اسلام پیروز خوشکو براین برز مالباتن هجاو قدرگران مهوانن هجا نخاسمه اوین جدیر هاتین جدر ویولاتیو جپارزگهن دین هرم هنکمی بخیر هاتن سرسران و سرچاوان بخیر بین بودوهو که پارزگه ها پیگوژیانه و دلمازنیه و مروف دوستیه. رز و سلاوین جناب پارزگاری و کارگری و پارزگه قبول بکن. سپاسی و دستخوشی و رزلینان بو سنتر گشپیدان و چالاکی لوان و فیسادوهو که بو گیران و انجامدان ویستوال دوهوک یا قرآن پیروز یا نیودولتی یا سه به بجداری جمارکا خاندوان و دنگخوش قرآن یا نافدولتی و نافخویی هیویا سرکفتن بودخوازین. امجید بیجین سربلندی و شرف کامازن افروکا دگلوین برز و هیجا حاضر ببین. لوان مراسیمان و وی ویستواله که فضلا وی کسی قرآن خوین و قرآن جبر و دنگخوش پاکشکرنا ناخو دلو درون مروویه و قرطالبونه جتر سولاوازیه و هر وها هسکرنه بکیف و خوشی و شادیه و به هزبونه مروویه و دزوینانه خیر و چاکیه جلای باری تعالی این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. هر وها سرور مروویتیه پیغمبر می خوشتوی محمد صلی الله علیه و سلم دی بجید اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابه. برزن ملت کرد ملت که پیگیر و ملتزمه و گلگ زانا و مروفچاک لحل کفتینه کجلای کی و خزمت آین پیروز اسلام و مروویتی کریه و جلای کی دیتر رنیشاندر و سرکیشی ها بزاو و شورشن کرد و کردستانه کریه. رز و صلاو و ویان بوان چجار فضلوان جناه تجبیر کرن. رزداران لجه خدای افجور ویستواله بین سازدان. چونکه خواندن قرآن و پیروز بدنگه که خوش و زلال و مهربانی و جبرکرنا قرآن بجل گرنگی و فضل و خیراوه او بخو همی مکارم الاخلاقه و روشت برزیه که او رو پتر هر وقت کی ما پیتی وی پی هیا. سپاس و رز جارکا دیو بو سنتر گشپیدان چالاکین لاوان افیسا دوهوکی و لجن آمادکار سپاس بو مامستاین خوندوان برز و دنگ خوش و جوان بیجن قرآن پیروز یعن پشکدار خود تعالی اجر و پاداشتا همیل هایی که بدتا و لتراز یا خیرین همی آبیتا نویسین جارکا دیین کمی بخیر بین سر سر و سر چاوان هر دو خوشی آدابنو کردستان هر یا آودان و تناو پاراست بید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زور زور سپاس بو رزدار نوینر پارزگار دو که دکتر دیوال حاجی سرپرشت گشتی یه لجنا برهفکرنا ویستواله که اوه سه ویستواله سرپرشتی ها لجنید کتن بلاب رز و کرم کتن پی و ویستواله پیشکش کتن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هنگ همي بخيراتن سرچواهاتن مامستايت رزدار سيدايت بريز خوشكو برايت عزيز أفي صفالة مجواويز زفريتا صالة 2016 وهولدا جارا ایکیم اوی استوالا خاندن قرآن یعنی دولتی یا دو که گیرا و 2017 ما دوباره کس بات مبرا آکره و زاخو دو که جی هندک بارو دوخ سرمده هات نخاره و اف کرونه هات
اینا چند سال که راست یا جاره کدی امی و زبری نوه من سن فی الاسلامی سنتا حسنه ام گلت پی دوینه الدوگ آخو آخوش دوی ملت ما فیل بی بیتن قدر و قیمت قرآن بزانیتن که عظمت ویا چنده خوشی ب قرآن بتن جیان خود گل قرآن خوش کتن اوه درگهک مبو سیدایت خو خوشکو برایت خو جواک خو وکر اوه و مدویتن به وی درگهی خزمت که گل که مزن پیشکشی دهو که خوش تبیب کن کلمه الى الاخوة الاعزاء والسادة الذين قدموا علينا من جميع المحافظات وهم لا يفهمون اللغة الكردية فأهلا ومرحبا بكم إلى مهرجان دهوك الدولي الثالث لتلاوة القرآن الكريم نحن نقيم هذا المهرجان إيمانا منا بأن القرآن العظيم هو الطريق إلى السعادة في الدنيا والآخرة كي نقود بمجتمعنا إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة هذه النسخة من المهرجان يتم تنظيمها برعاية كريمة من ديوان الوقف السني دائرة الاحتفالات فنقدم لهم أجمل الشكر وفائق التقدير على كرمهم لكل العاملين في الديوان ولولا دعمهم وسندهم ما كنا لنستطيع أن نقيم هذا المهرجان الكريم مرة أخرى نرحب بكم جميعا في وطنكم وفي مدينتكم وفي بلدكم فأهلا ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزداران تشته جوان پیشکشی خواندوانت قرآن بیت کرنه شینا دست قطانه صلواتک بیت دانه گله گلک دباشتر بیتن پشتی اسرافیل پفتکتا بوقی فنات کت اوی جیهانه الدیفرا روژا میزان و کشانه دما جمله مخلوق تین میدانه البن سراب و گرما اویگو رپانه قرآن ات ایتو ات پرستن اجبرکارت من کانه اجبرکارت من کانه اپریز و کرم کنه جنت و دیوانه دداخاز اشنینر دیوانا وقفا سنیکین وکی سپونسر سرکی یه ویستوال برز شیخ ضياء المرعي بلا بريز و كرم كتن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأصلي وأسلم على من أرسله للناس رحمة وبشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه أجمعين السادة الحضور الكرام من المشايخ الفضلاء والإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حقيقة لا أعرف أن أصف شعوري من السرور والفرح وأنا أقف أمامكم في هذا الجمع القرآني المبارك في محافظة دهوك في كردستان العراق ونحن نجتمع على مائدة القرآن الكريم جئت من بغداد بغداد السلام ممثلاً عن ديوان الوقف السني وناقلاً لكم تحيات جميع كوادر ديوان الوقف السني الذين يدعون لكم أن تكون هذه الساعة ساعة مباركة وأن تستمر ويستمر مركز دعم تنمية الشباب في دهوك على إقامة المهرجانات الدولية السنوية بعدما تم إقامة ثلاث مهرجانات وقد نجحت بإذن الله تعالى إخوتي الأفاضل حقيقة أن القرآن
كما سمعنا قبل قليل هو الطريق إلى السعادة، وقد بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهنيئاً لكم وأنتم تجتمعون لتسمعوا كتاب الله تعالى. وأذكر نفسي وإياكم أن القرآن الكريم لم ينزل لكي يقرأ بالأصوات الندية فقط، إنما القراءة بالتدبر والأداء الصوتي والنغمي هو طريق سليم إلى التدبر، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فعلينا أن نستثمر هذه الأصوات الندية التي سنستمع إليها بعد قليل من خلال التذكر والتدبر والمعيشة مع آيات الله سبحانه وتعالى، وأن نستلهم العبر من هذا القرآن الذي أنزل دستوراً للعالمين وللمسلمين على وجه الخصوص. وأيضاً نحن في ذكرى المولد، لا زلنا في ربيع المولد، ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، لا نريد أن يكون الاحتفال هو مجرد سماعاً لبعض الأناشيد وبعض الآيات، إنما الاحتفاء والاحتفال الحقيقي هو أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام وسنته المطهرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعندما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فأتمنى على نفسي وإياكم أن يكون كل واحد منا هو قرآناً في منهجه، في حياته، في سلوكه. لا أريد أن أطيل عليكم، إنما أبارك لكم هذا الملتقى وهذا المهرجان. شكري وامتناني إلى جميع الجهات التي رعت هذا المهرجان، والتي بإذن الله تعالى سنرى النتائج الإيجابية على المجتمعات التي تهتم بالقرآن. فبإذن الله تعالى سنكون حاضرين معكم وداعمين لكم في كل الأنشطة القرآنية. شكراً لكم ولحضوركم ولكل من ساهم ورعى هذا المهرجان القرآني، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورن دعوی باجری رونکین اب خاندنا قرآن و گهداری کرنا آیت قرآن پیروز بری گهداری لبکین خوشک عزیز برای عزیز گنج نازدار خدای مد بیجیتن اگر قرآن ها تا خاندن گهداری بو بکو بیدنگ با دینو کچین ادگل بجدار بوین اوی ویستاواله ین بریز و آنه یا خودید گل بجدار بوی ای که یکو شوالات عراق بجدارت گل ما مامستای عزیز شیخ محمد ریاض الجبوری بلا پریز و کرم کتن او دا امپیک و گهداری بو بکین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وهو العزيز الحكيم يا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر صدق الله العظيم. دبجنا شيخ رزدار شيخ محمد رياض الجبوري شوالاط عراقي جزاك الله خيرا. دمين اتقل بجدار بوي دوي اتنافا فيستافال دا جي ولاط تركيا. مامستا شيخ محمد جمال شوكت بلا بريز وكرم كتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا بقبس أو أجد على النار هدى فلما وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا إنني أنا الله لا
وأنا اخترتك فاستمع. فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله. لا إله إلا أنا فاعبدني، وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وما تلك بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وسوف يعطيك
ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. دبجینا خواندوان قرآن مامستا شیخ محمد جمال شوکت شوالات ترکیه جزاک الله خیران هجیه بجین افیستوالا الکنال سپیده عصمانی راست و خود ایتا و گوهاستن وک سپونسر میدیایی و چندین کنال رومالا ویدکن اپسپاسی و یه پیام عصمانی چرای ناخه وی نبیتن فقی باخه وی نبیتن اها دلو سره وی والایه البازار محشره البردرازین کا مهدره حتات نافتین وی سا قدره یه مفلسو بی متایه زانو ماموستای هجا ماموستا ملاناتق آکری شمهوان دویستوالیه دی گهداریا پی و ماموستایی کن بلا پریز و کرم کتن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي القائل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم
والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين الذي كان خلقه القرآن. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أيها السادة الحضور، قلمة فونت ريزدور روستي بمروي فخر الشونوزيا ليشرفني ويسعدني بمروي شرف بختوريا كمرف أفروكا مناسبة قرآن بيروس قلفون سروشوفة بيروس مبارك ميفون ترزدار مع حفظة القرآن كمرف أفروكا كم ببيت. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا تحت ظل عرشه. ما خرفك جارك ودي وكي أفروكا مخرف بين ليرا ما خرفك بن سيبارا خروج قيامته. آمين. قال ميفون ترزدار لقاءك تلفزيوني بري فترك قال فنانك سوري محمد الشماط لقاءك تلفزيوني تشيبو قالوي بحسي خدكر وقت نخوش بي وجلطة دماغي سريدت جلطك دماغي سريدت ولد كات شلل نصفي تقريبا بيدات بي دفوي دفوي ويش جران تبيت قالك نشت خوب واغفيت ان اخفنوي بسرو بر بيجيت اسمام قالك دكتورة هاتمو چون بس بفايدة بجد خود ديمانكي تقرير لجنة طبي بمن نيفيسي كو تقاعد بم خلاص. كرت مني الأمريكا بجد كرت مني الأمريكا أباو فنان سوري محمد الشماط بجد عيالي مني الأمريكا قدام باب تشد كي وريها موارا أمريكا بجد أتشوما أمريكا ويري قدي دوتا نشان هندك دكتورة زيرك بدين ليرا بجد أزبر مدف دكتوركي دكتوركا جيا دكتور يهودي قدامن سحكر حالات من قدامن تشكسي ديانتاتم قدام بسلمانم قدامن قرآن بخينا ده چه بيبا سبحان الله. وفعلا أبا صالة هزار ونحصد ونطبينج بجد من قرآن خانت وأفروك أزل بيش هن قفل لقاءك وتلفزوني وزمان من فصيح وحالات من باش برهند وقت قلي ميفانة رزدار وقت بحثك علمي نفس وقت الأمريكا سرهنده هات کو چو عقل مروفی هزرو بیرت مروفی دمینن ومروف نخرفید وقت مازنت بیت بعمری آن او نخوشت نکه خاصتا در کفتین زهای مرو ذاکره نامین تو الى آخری سحت کنه کو چه ولد کت هزرو بیرت مروفی عقل مروفی فکر مروفی بمینید وکی خو اد بیجن گنه نتیجه هنده هکه هر انسانک روجانه نیف ساعت لغه العربیه الفصحى بخینید دب سلامت بيت علماء ما جابت دان بجد او نيف ساعات اللغه العربيه الفصحى نيف جزاكي قراني بخيني نيف جزاكي قران وفعلا برهندي هكا بين سحكيني اهل القران وقت في شكلي دائما مداومه سر قران كان سحكي وقت اذا حضرته الوفاه ان سكرات مرنيدو يا قران تخينيت وعقلي وكي خويا برهندي كبرك داعيك بحث کرد بجد من هفوالک هبو که بجد دائما مجیل بب قرآنه وکی بما بحث کرد مجیل بب قرآنه رابین رینین تین تچین بجد حتی جاره که جاب بو من هاد گوده من هفوالتا یه دعم بیب سیاره و حالتی وی خطره بجد از چوم خسته بره خوب کمه بجد چاویوی من کفت رأسا بدأ بقوله تعالی والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا بجد غازي من كرقدم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وبجد أمر خديكر أفا خديكرم قال كر أفا الدنيا إذا بقيامته قيامته إذا وكي بيغنبري جمع بيانتك عليه الصلاة والسلام أهل القرآن اقرأ يقال لصاحب القرآن أو لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كما كنت ترتل في الدنيا دبش دبخينا وكيت الدنيا يتدخن منزلة ويد بلنبيت قالي ميفانة رئيسدار فخر شانازي وفي شكلي بيرجا قيامته ومنزلة في شكلي بلنبيت قرآن بخيني ويكفي شرفا وفخرا وعزة وعزا بو قارئ القرآن أن الذي شغله القرآن كو بيغمبر بيانت كاد عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته كافية شرف بونغو أهل قرآن بي أهل خده زاترفي دعوت كان رب العالمين مبكت أهل قرآن وتوفيق بونغو بدت
و سپاس یا همو جهاتات کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امده برف بجدار بویا که دی چین اتناف اوه ویستوالا پیروز دا او افرو که وک رحم اب سرمده هاتی کنو کش در وی وی هولجی رحمه رب العالمینی و چپکین باران اب سر باجر مداد ایتن اشوالات ایران بجدار بوی ادگل مده های شیخ فؤاد مولودی بلا پریز و کرم کتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا
وما you
حتا نو که شنیف دولتی بو هرم کردستانه نو که ش هرم کردستانه بو نیف دولتی الوی باشر امتداد جین دو کا رنگین و پارزگه عزیز بشدار بو یکت گلمه دانه ابدنگ خوی زلال و شیرین چند آیت کن قرآن پیروز دی گهداری لیکن داخاز ج شیخ سفیان عبدالقادر البوطی کن بلا پریس و کرم کتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
الذي خلقني فهو يهديني ولا
جدل سپاسیا مامستای رزدارد کین اش خودت خازین روشک بیتن اش هرم کردستانی افدنگیت هل سرانسری جیهان بگرهن
چوا افروکا درفت بو گنجن و پارزگه پیدا بویا روشه که الناف دولتی و الگلک والاتن دی ام ببینین دمینین ادگل بشدار بوی پینجه و هرش پارزگه دهو که و افی باجر دلال ادگل شیخ احمد عبید بلا پرز و کرم کتن جماعت جلسر و دریشناک انشاءالله و سیامه مدفید بودیار که این هر بی ادکی رنگه که خوندنه هیگو رنگه که تخیده مثلا خوندنه عراقی فرقه کچاو تخیده مصری فرقه هر بی ادک فرقی های هر ایکی مخطعه که کرد انشاءالله ده جدیار که و المنه گرنه که خوندنه درست یعنی جلکو درست نبیتن چنکی لهجة تأثير كده كوتشو أو تخيل أن في وصف بس بق بيأد بديار كده مثلا عراقي أو الجرم عراقي دس بفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم فينبئكم بما كنتم تعملون مثلا مصري يا إبراهيم لئن لم إيراني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة القرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم تركي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابت Thank you.
يفقهون. مثلاً هندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مثلا سوداني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مثلا خليجي. أعوذ بالله من الشيطان. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الدماء هي حجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بله خدای تعالی اش ترازی ان شاء الله مامستای عزیز مامستای شیخ ملا احمد عبید ج باجر هفلره پایتخت حرم کردستان بجدار بویا کت گلمه بجداره ده گهداریا چند آیت اکن قرآن پیروز کن ابدنگیوی زلال و خوش شیخ سنگر عبدالقادر عبدالرحمن بلاپریز و کرم کتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة
هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟
جارک دیدی بیشنا مامستای خوی عزیز جزاک الله خیرن اویستوالا هجا چندین چاف دیر و سپونسر بو هبوینه اب سپاسی و سپاسیاوانات کیم بو پالپشتیاوان و خزمت آوان بو قرآن پیروز دیوان وقف سنی عراقی کنال سپیده اوتیلا پرور و هر وسا شریناهیت مشمش دبینین اگر اف دنگیت ها همی ادگلی قرآن بخوینن ده چند دا خوش بیتن ام دینو کمینین ادگل خاندنه کاب کومی ادگل بشدار بوین اوی ویستوالی بلا پریز و کرم کن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Oh.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت من الأمر المطاع المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح الثريا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا مصطفانا نورك الباهي أضاء رغم أن في الملحدين نورك عم البقاء طلع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وإنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى ونظام
محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.